رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فأهلا وسهلا بكم في حلقة خامسة من حلقات برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن التأهيل النفسي للمتزوجين. عنوان حلقة اليوم خمس نقاط حول الزواج. هناك نقاط خمسة حول الزواج ينبغي على الشباب والفتيات أن يعرفوها. النقطة الأولى تقول: الزواج عبادة. نحن أيها الإخوة الكرام، نحن المسلمين مهما تحركنا، مهما قمنا، مهما قعدنا، مهما ذهبنا، مهما رجعنا، إنما نذهب في تقرب إلى الله تعالى، والعادات بالنية تتحول إلى عبادات. الزواج عندنا دين، والزواج عندنا عبادة، والزواج عندنا شرع من السماء، فنحن قوم ننظر إلى السماء أكثر من نظرنا إلى الأرض. الزواج عبادة، أنت مأجور في كل حركة تتحركها في زواجك، حتى أنك لو رفعت لقمة إلى فم زوجتك كنت في أجر، حتى لو أنك كنت في علاقتك الخاصة مع أهل بيتك فأنت في أجر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيت إذا وضعها في حرام أليس عليه إثم؟ قالوا: بلى، كذلك إذا وضعها في الحلال. الزواج عبادة أيها الإخوة. لذلك يا شباب، أنتم مدعوون جميعا نحو الزواج. لعل شابا يقول أحيانا: يا أخي، إيش بدي بهذه المسؤوليات الكبيرة أتحملها؟ خليني عصفور طيار أحسن، أخف، أريح. أبدا، الزواج عبادة ونحن نبحث عن الأجر. لعل فتاة تقول: أنا لا أريد الزواج، أنا مرتاحة عند أمي وأبي، أمي وأبي يحملاني على كفوف الراحة. نقول لها: أبداً، أنت مأجورة أجراً كبيراً بالزواج، اذهبي نحو الزواج لأن الزواج عبادة. وقد حدثني أحد الإخوة مرة أنه بعد زواجه بشهر تقريباً دخل إلى السوق ليشتري بعد عودته من عمله شيئاً من الخضار والفواكه الذي سجلته له زوجته على ورقة لأنهم يحتاجونه في البيت. عند دخوله إلى السوق دعا بدعاء السوق، وسيأتي معنا في حلقات قادمة دعاء السوق. دعا بدعاء السوق، قال لي: وراقبت قلبي في قلبي أنني يا رب أنا آتي بهذا الطعام خدمة لهذه الفتاة الموجودة في بيتي، لأنها عبدة من عبادك، لأنها أمة من إمائك، أنا أتقرب إليك بخدمتها ورعايتها، فيا رب أعني. اشترى الحاجيات وملأ يديه بالحاجيات، وكان قبل زواجه لا يحمل شيئاً لدار أمه وأبيه إلا النذر اليسير اليسير. الآن امتلأت اليدان بالطعام. قال: والله يا أستاذ، لقد شعرت في قلبي كشعوري في ليلة القدر. أتذكرون في ليلة القدر كم كان هناك صفاء؟ أتذكر كيف شعرت في رقي قلبك وروحك إلى حضرة الله؟ أتذكر كيف أمضيت تلك الليلة في الطاعات؟ قال: والله لقد شعرت وأنا بالسوق ويداي مملوءتان طعاما لأهل بيتي، شعرت
بما شعرت به في ليلة القدر. قلت له: صدقت، لأن كل لقمة حملتها إلى دارك لك بها أجر وأنت في عبادة، والمرأة في رعاية بيتها ودارها وأولادها في عبادة، الزواج عندنا عبادة. لذلك يا أيها الإخوة، لا يرضى مسلم ولا مسلمة أن يتنازل عن هذه العبادة. لا يرضى مسلم إذا تزوج أن يطلق سريعا. لا ترضى فتاة مسلمة عاقلة تبحث عن الأجر من الله تعالى إذا تزوجت أن تقول لزوجها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عقد أو عقدين أن تقول له: طلقني. إنها تمرك من الحسنات ما الله به عليم. لذلك لا تتنازل هي عن هذه العبادة. النقطة الأولى في الزواج: الزواج عبادة. النقطة الثانية: المتزوج معان. 100% كل من تزوج سيعينه الله تعالى، وقد قال الصالحون: إذا كلفك أعانك. عندما يكلفك الله تعالى بكلفة بما فيه كلفة سيعينك، وأنت معان بقدر تكليفك. قبل الزواج كان مدخولك بسيطا، بعد الزواج تشاهد أن الله يعينك في هذا المدخول، يزداد، يتضاعف، تأتيك أبواب من الرزق لا تخطر لك على بال. وعندنا الناس يقولون: إذا جاءت الزوجة جاءت برزقها معها، إذا جاء الولد جاء برزقه معه. هذا صحيح، لأن رب الكون سيعينك. وافرح واطرب أيها الشاب وأيتها الفتاة بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال: ثلاثة أوجب الله تعالى من فضله وكرمه على نفسه أن يعينهم، ثلاثة حق على الله عونهم. وفي رواية: إن الله تكفل لي بثلاث: الناكح الذي يريد العفاف. أول واحد من هؤلاء الثلاثة كل شاب يتزوج يبحث عن عفة نفسه وأهل بيته، كل فتاة تتزوج تبحث عن عفتها وعفة زوجها. الناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد القضاء، هذا هو العبد الذي كان يسجل على نفسه سندات ليخرج من العبودية ليعمل، ثم يعطي هذه السندات قيمتها إلى سيده ليصير حراً متفرغاً لطاعة الله تعالى وعبادته. هذا أيضاً مكاتب يعينه الله تعالى. النقطة الثانية في الزواج: المتزوج معان. الزواج عبادة والمتزوج معان. النقطة الثالثة والمهمة جداً، وهي لكل شاب وفتاة لم يتزوج بعد وقريباً إن شاء الله سيتزوج: بالقدر الذي تحمي نفسك عن الحرام قبل الزواج هو نفسه القدر الذي تسعد مع أهل بيتك بعد الزواج. مرة ثانية: بالقدر الذي تحمي نفسك عن الحرام، تبتعد عن الحرام قبل الزواج، هو نفسه القدر الذي تسعد مع أهل بيتك بعد الزواج. وإليكم بيان هذه النقطة. في كلية الطب في إحدى الجامعات السورية أجرى 6 من طلاب الطب استبياناً، هذا الاستبيان قدموه بحثاً للتخرج في كلية الطب. عنوان البحث: العلاقات الجنسية الشرعية وغير الشرعية في مدينتهم التي نشأوا بها وريفها فيما يتعلق بشؤون الشباب والبنات. كتبوا استبياناً وزعوا منه 1000 ورقة، فيه أسئلة والإجابات محددة، نعم أو لا، أو بعض الإجابات المضبوطة. القارئ الذي سيشارك في الاستبيان سيضع إشارة على الإجابات، واحد من الإجابات المكتوبة. في الاستبيان 100 سؤال، وزعوا منه 1000 ورقة، نزلوا إلى الساحات العامة، إلى الحدائق العامة، إلى أماكن تجمع الناس، أعطوا هذا الاستبيان لكل واحد رأوه وقالوا له: أنت مخير، لك أن تقرأه، إن شئت أجب وإن شئت بإمكانك أن تعتذر، لكن نرجوك لتكن إجابتك صحيحة وواقعية لأنها ستدخل في بحث علمي. ليس مطلوبا منك أن تكتب اسمك أو ما يدل على ذاتك، لكن اكتب لنا كم عمرك، واكتب لنا هل أنت متزوج أو غير متزوج.
هناك قوائم للشباب المتزوجين أو الفتيات وقوائم للشباب غير المتزوجين. الآن في قوائم الاستبيان التي وزعت على المتزوجين، هناك سؤال: هل كنت تمارس علاقة غير مشروعة قبل زواجك؟ نعم أو لا؟ جاءت بعض الإجابات، نسأل الله السلامة، نعم لقد مارس علاقة غير شرعية قبل زواجه، وهي قليلة والحمد لله. هناك سؤال بعد هذا السؤال: هل أنت مرتاح في علاقتك الخاصة مع أهل بيتك؟ اللافت أيها الإخوة أن كل الذين كتبوا إنهم ذهبوا إلى علاقات غير مشروعة قبل الزواج كتبوا إنهم ليسوا مرتاحين في علاقتهم الخاصة مع نسائهم بعد الزواج 100%. وهذه أول عقوبة تنال الذين يخالفون شرع الله تعالى. بالقدر الذي تحمي نفسك عن الحرام قبل الزواج، بالقدر الذي تسعد مع أهل بيتك بعد الزواج، بالقدر الذي تقع فيه في المحرمات قبل الزواج، بالقدر الذي يكون بينك وبين أهل بيتك عدم راحة بعد الزواج. لذلك يا شباب عليكم بالعفة، ومكانتكم بالعفة، وترقى مجتمعاتنا بالعفة، ونسمو نحن بالعفة، ونفاخر نحن بالعفة. السقوط رذيلة، والسقوط شؤم، والسقوط بعد عن مرضاة الله تعالى، وحسبك ببعد عن الله تعالى إذا وقعت فيما يخالف أمره. ولئن كان رجل زلت قدمه، ولئن كانت فتاة زلت قدمها، فإن الله تعالى ينتظره وينتظرها ليعود جميعا إلى الله تعالى. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بالقدر الذي تحمي نفسك عن الحرام قبل الزواج، بالقدر الذي تسعد به مع أهل بيتك بعد الزواج. هذه هي النقطة الثالثة في 5 نقاط حول الزواج. نتابع النقاط 5 بعد الفاصل، انتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 5 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. عنوان الحلقة: 5 نقاط حول الزواج. كنا قبل الفاصل تكلمنا عن 3 نقاط: الزواج عبادة، والمتزوج معان، وبالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج بالقدر الذي تسعد مع أهل بيتك بعد الزواج. الآن النقطة 4، وسامحوني واستعدوا لهذه النقطة المهمة جدا. أصعب عام في الزواج هو العام الأول. لا تصدقوا شيئا عن شهر عسل أبدا، لا تصدقوا شيئا عن سنة أولى يفتح فيها البرميل من الأعلى فيؤكل العسل، فإذا كانت السنة الثانية قلب فرؤي البصل أبدا. أصعب سنة في الزواج السنة الأولى، بل لعلها أصعب سنة في حياتك، وهذا أمر منطقي، وهذا أمر من أول وأولى مبادئ المنطق. لماذا؟ لأنك شاب غريب عن فتاة، نشأت أنت في بيت ونشأت هي في بيت، نشأت أنت في وضع مادي ونشأت هي في وضع مادي آخر، نشأت أنت في جو تربوي معين ونشأت هي في جو تربوي آخر، نشأت أنت بمستوى ثقافي معين ونشأت هي في مستوى ثقافي آخر. الآن أنتما ستجتمعان مع بعضكما في الزواج في كل شيء، ستشتركان في كل شيء. أحياناً الابن مع أبيه يختلفان، الابن مع أمه يختلفان، الأخ وأخوه يختلفان، وهما من نفس البيت ونفس التنشئة ونفس البيئة ونفس الأسرة ونفس المستوى. الآن فتاة غريبة عن شاب غريب سيلتقيان بعد ليلة الزفاف، سيشتركان بدءا من الآن بكل قضايا الزواج، من أدق أمور الحياة البيتية، من معيار الملح في الطعام إلى أكبر قضايا الزواج. هل تتوقعون أن يلتقيا بدون اختلاف أبداً؟
مستحيل. أنا أقول أسعد زوجين في العالم، أكثر زوجين في العالم توافقاً، هما اللذان يظهر بهما في السنة الأولى 300 اختلاف. الطبيعي أن يظهر 1000، كل يوم 3 اختلافات، هذا طبيعي. إذا وجدت نفسك مع زوجك في كل يوم يظهر اختلاف واحد في السنة 366 اختلاف، أوه أنتما زوجان مثاليان، أرجو منكما أن ترسلا لي اسمكما حتى نعلق الأسماء في المتاحف العالمية. وإلا فإن الاختلاف كثير في السنة الأولى، وبالتالي السنة الأولى صعبة جدا على الزوج وصعبة جدا على الزوجة. وليست المشكلة في الاختلاف، لكن المشكلة كيف ندير هذا الاختلاف، كيف نحيط هذا الاختلاف، كيف نحاصر هذا الاختلاف، كيف نسير هذا الاختلاف. وأنت أيها الزوج أنت المدير، أنت المسؤول، وأنت أيتها الزوجة أنت معاونة المدير، أنت المسؤولة رقم 2. لذلك العام الأول صعب، لكن أبشركم العام الثاني يصير أسهل. لذلك إذا مر العام الأول نحن اطمأننا بشكل شبه يعني أكيد على الزوجين، شبه أكيد. العام الثاني أحسن، تقل الاختلافات. العام الثالث أفضل، لأنهما يستطيعان أن يتعايشا بشكل أفضل مع الاختلاف. العام الرابع أفضل، العام الخامس أفضل، السادس أفضل، السابع أفضل، إن شاء الله من هون لمئة سنة ما عاد يصفى ولا اختلاف. بالطبع الأيام تعين الإنسان على أن يتكيف مع أهل بيته وأن تتكيف الزوجة مع أهل بيتها. لكن يا شباب يا فتيات استعدوا، العام الأول في الزواج هو أصعب عام، ما بعده خير منه إن شاء الله وأسهل، وعلى كل الأجر على قدر المشقة. وهذه هي النقطة الرابعة في الزواج، الزواج عبادة والمتزوج معان، وبالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج تسعد مع أهل بيتك بعد الزواج. وأصعب عام في الزواج هو العام الأول. النقطة الخامسة والأخيرة، لا صحة لكل الدعايات الهابطة التي تدعو الناس إلى التدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج. اعذروني أيها الإخوة، وبصراحة يهمس شاب في أذن صاحبه يقول ينبغي عليك أن تقيم علاقة غير مشروعة قبل زواجك، لا لشيء لكن فقط لأجل أن تعرف ماذا يفعل الزوج مع زوجته في ليلة العرس. تهمس فتاة في أذن صاحبتها تقول خذي هذا الفيلم انظري إليه، فيه أشياء تتعلمين منها أشياء مفيدة تمارسينها مع زوجك في ليلة العرس. يقول شاب لصاحبه بينه وبينه، يقول أنت رجل صالح، لكن تعال كيف ستؤمن نفسك مع أهل بيتك في ليلة العرس؟ ألا ينبغي عليك أن تتعلم أشياء وأشياء؟ انظر هذه الأفلام، انظر هذه الكليبات، تعال أحدثك بعض الأحاديث. لا صحة لكل الدعايات الهابطة التي تدعو إلى ممارسة علاقات جنسية غير مشروعة قبل الزواج. لماذا؟ لأن علاقة الزوج بزوجته علاقة فطرية. لو قدرنا أن رجلاً وحيداً موجود على هذه الكرة الأرضية وفتاة وحيدة موجودة على هذه الكرة الأرضية واجتمعا وأرادا الزواج، سيعرفان ويلهمهما الله تعالى إلى طريقة التقاء الرجل بزوجته. أرأيت إلى الطفل الصغير عندما يخرج من بطن أمه فتضعه الممرضة على صدرها، أرأيت كيف يلتقم حلمة الثدي ويرضع؟ من دله ومن أرشده ومن علمه؟ إنها فطرة توضع به. ولا تظن أن رضاع الطفل الصغير أمر سهل وميسور، فنحن في الجامعات وفي كليات طب الأسنان ندرس في محاضرة خاصة رضاع الطفل من أمه، وحركات اللسان والشفتين وقبة الحنك في رضاع الوليد من أمه حركات مضبوطة علميا وتقنيا لأخذ أكبر كمية مناسبة من الحليب. من الذي علم الولد؟ إن الذي علمه والله، وفطرته
هي التي تدعوه إلى هذا الشيء. العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة فطرية، علاقة طبيعية. لا بأس إذا أردت أن تستشير أو أردت أن تستشيري، استشر من تثق بدينه، ومن تثق بأخلاقه، ومن تثق بتربيته، ومن تثق بعقله، ومن تثق بإيمانه وحسن فعاله. أما أن يذهب شبابنا أو بعضهم، أن تذهب بناتنا أو بعضهن يذهبن إلى ما لا يرضي الله تعالى، فلا صحة لكل الدعايات الهابطة التي تدعو إلى التدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج لتأمين نفسك بعد الزواج. وفي الاستبيان الذي حدثتكم عنه، وكان قد كتب سؤال، كتب سؤال في هذا الاستبيان: هل مارست شيئا مما يخالف الله أو خارج العلاقات الشرعية قبل الزواج؟ كان الجواب نعم. الآن حتى هؤلاء الذين مارسوا هذه الأشياء أو الذين شاهدوا أفلاما ساقطة سئلوا: هل استطعت أن تكون في ليلة العرس مرتاحا مع أهل بيتك؟ كان الجواب لا. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، هذه هي خمس نقاط حول الزواج: الزواج عبادة، والمتزوج معان، وبالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج تسعد به مع أهل بيتك بعد الزواج، وأصعب عام في الزواج هو العام الأول، ولا صحة لكل الدعايات الهابطة التي تدعو إلى التدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج، لأن هذا كلاما غير صحيح. نلقاكم في الحلقة القادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة